ما هي خلفية القرار؟ هل يمكن أن تكون خلفيته إصلاحية وترميم للوضع وتقريب للمسافة بين الطرفين وسحب فتيل التوتر؟ الإجراء مقدمة بعيدة كل البعد عن هذا كله. هل الخلفية قصد التصعيد الأمني وزيادة حالة الاحتقان والتوتر؟ لا جزم بالنيات، ولكن المقدمة بطبيعتها أكثر انسجاماً مع هذا من سابقه، والبلد لا تحتمل مزيداً من الاحتقان والتوتر، وهي أحوج ما تكون إلى تبريد الأجواء والاتجاه الجاد إلى الحل المتمثل في الإصلاح. القرار يقول بوقف وعدم السماح بأي فعالية إلا بعد الإطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود. والملاحظ هنا أن الاستقرار الأمني وخلفيته بناء الثقة وخلفيته من بناء الثقة لا يحققه شيء كما يحققه الإصلاح، ويتحقق بتحقق الإصلاح لا موضوع أساسا للمسيرات والتجمعات، ولا بد أن تنتهي بصورة تلقائية. فكيف يبدأ السماح بالمسيرات والتجمعات والاحتجاجات بعد أن يكون الإصلاح؟ أما أصل القرار فأين موقعه من الميثاق من الدستور، من القانون، من توصيات لجنة تقصي الحقائق، من توصيات جنيف، من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، من حرية التعبير السياسي السلمي الذي أصبحت عرفاً عالمياً، من مقياس الدين والعدالة؟ أين موقعه من كل ذلك؟ أين انسجامه مع شيء من ذلك؟ هل في قوة قرار وزاري أن ينسف كل ذلك ويحكم على كل هذه الأمور والمسلمات ويقدم عليها؟ يمثل القرار تراجعاً واضحاً إلى الوراء في مسألة الحق السياسي والمدني وحرية التعبير عن الرأي، ويسد آخر منفذ من منافذها، ويأتي على آخر نفس لها ومتنفس. وهل من شيء من حرية التعبير بعد إيقاف المسيرات السلمية وكل فعالية أخرى سلمية مساوية أو أقل منها بحسب العموم الذي يفيده القرار؟ كأن كل شيء من حرية التعبير قد تبخر. ما جاء بشأن هذا القرار في الوسط اليوم الخميس الأخير عن العفو الدولية هذا القول: حتى وإن كانت هنا أو هناك حوادث عنف متفرقة أو فردية في أي تجمع، فإن هذا لا يعطي السلطات الحق في إصدار منع شامل لكل صور الاحتجاجات. وجاء في المصدر نفسه: وأكدت المنظمة أن على حكومة البحرين سحب هذا القرار فورا. ودفع القرار وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت إلى التعبير عن قلقه واعتبار هذا القرار مفرطا، وجاء عنه تأكيده بأن المظاهرات السلمية حق ديمقراطي، وأمله أن تعيد الحكومة البحرينية النظر في هذا القرار في أسرع وقت ممكن. وأما المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك توتر، فقد جاء عنه في الوسط عدد اليوم الخميس الماضي: الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال منع السلطات البحرينية أي اجتماع عام إن حرية التجمع والجمعيات
التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان العالمية. إننا نحض الحكومة البحرينية على العمل مع منظم هذه التحركات على إيجاد وسيلة للتظاهر بهدوء. وأضاف كما في الصحيفة المذكورة أن تقييد حق التجمع مخالف لتعهدات البحرين في الإصلاح، ولن يسهم في المصالحة الوطنية ولا في بناء الثقة بين الأطراف. يأتي كل ذلك للمخالفة الواضحة بصورة لا تقبل التبرير، والتي عليها القرار للميثاق والدستور والقانون وحقوق الإنسان وإنسانيته وتعهدات الحكومة وقضية الإصلاح وبناء الثقة ومصلحة الوطن وتوصيات تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكل ما عليه الاتجاه العالمي في توسع الاعتراف بحق حرية التعبير والسماع إلى إرادة الشعوب. الصحيح لا تضييق، الصحيح سلمية، الصحيح إصلاح جدي وعاجل.